تحياتنا للجميع بحلقة جديدة من كلوشوتس. بحلقتنا لليوم رح نستعرض معكم قائمة أكثر 10 فنانات أثرت السوشيال ميديا على حياتهم الفنية. رح نقدم اليوم وجهة نظر ممكن كتيرين منكم يختلف معنا فيها، وبعضكم ممكن يعتبر رأينا هو استقصائي كونه محتوى قناتنا عم يتقدم من خلال السوشيال ميديا. مواقع التواصل الاجتماعي أصبح جزء من حياتنا اليومية، وخصوصا بالحجر الصحي هالمواقع أصبحت منفذ ونافذة على العالم، ولولا السوشيال ميديا ما كان ممكن تكونوا عم تشاهدوا حلقتنا لليوم. بالرغم من إيجابيات التواصل الاجتماعي، لكن الفن بشكل عام وفنانات الدراما السورية بشكل خاص عم يستخدموا السوشيال ميديا بشكل ممكن يأثر على عطائهم الفني وخصوصية أدائهم. مواقع التواصل الاجتماعي قربت الفنان السوري من معجبيه ومتابعينه، لكن للأسف بعض الفنانات عم يستخدموا التواصل الاجتماعي لدرجة كبيرة ممكن تأثر على رؤية المشاهد وتصديقه لأداء الفنانات الناشطات بشكل كبير على السوشيال ميديا. طبعا البعض منكم ممكن يقول انه بكل بساطة المشاهد اللي حابب يخلي مسافة بين الدراما والحياة الافتراضية للفنانة بيقدر ما يتابع نشاطات ممثلته المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اذا بننظر لعدد المتابعين على صفحات بعض الفنانين هالشي بيعطينا فكرة عن عدم تطبيق هالمعادلة من قبل المتابعين. الفنان اليوم اصبح متوفر وناشط اكثر بكثير من اللازم، فعودتنا الدراما السورية على اختفاء بعض الممثلات ليطلوا سنويا ويشكلوا عودة قوية بكل موسم رمضاني ويقدموا أداء ساحر على مدى 30 حلقة ضمن الموسم الرمضاني. أما إذا كنا على تماس مباشر مع صور وفيديوهات ونشاطات الفنانات قبل بيوم واحد من عرض أعمالهم، فهالشي ممكن يأثر سلبا على تصديق أداء الممثل، وبيخلينا كمشاهدين نتساءل عن مدى قرب حياة الفنان الحقيقية من الدراما يلي عم يقدمها على الشاشة، خصوصا إذا كانت عناصر الأداء مشابهة مثل المظهر الخارجي والمكياج. نجوم ونجمات هوليوود قليل ما نلاقيهم ناشطين بشكل كبير على السوشيال ميديا، وإذا نشروا بعض الصور فغالبا بتكون متعلقة بأعمالهم القادمة. للأسف الشديد فنانين الدراما السورية ما عم يستخدموا التواصل الاجتماعي كوسيلة تسويقية لمسلسلاتهم الجديدة، بل كأرشيف مصور عن حياتهم اليومية بأداء تفاصيلها. تصنيف حلقتنا اليوم رح يكون مبني على عدد متابعين الفنانات ومدى نشاطهم على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والإنستغرام. خلونا نبلش. بالمرتبة العاشرة صفاء سلطان، ممثلة أردنية من أصل فلسطيني بتملك قرابة 2 مليون متابع على صفحتها على إنستغرام. صفاء سلطان بتشارك معجبينها بإطلالاتها ومقتطفات وصور من الشخصيات يلي أدتها بالمواسم الرمضانية الفائتة، أكثر من 1200 منشور ونشاط دائم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لقناتها الجديدة على اليوتيوب اللي بتطرح من خلال أغانيها الجديدة ومشاهد من الشخصيات يلي أدتها بالسابق. بالمرتبة التاسعة ليلى الأطرش، للأسف الشديد الممثلة المميزة ليلى الأطرش أدت شخصية لطفية بمسلسل باب الحارة، ومن بعدها توجهت تماما للسوشيال ميديا كوسيلة للتواصل مباشر مع الجمهور. ليلى الأطرش هي أحد أكثر الفنانات الشابات تأثرا بظاهرة الفاشينيستا، فأصبحت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتفوق نجوميتها الفنية. بالرغم من امتلاكها للموهبة وللحضور بيوصل عدد متابعينا لأكثر من 1.5 مليون على انستغرام. بتشارك ليلى الأطرش صور وجلسات التصوير بشكل يومي، وبيوصل أرشيفها الافتراضي لأكثر من 2500 صورة. بالمرتبة الثامنة ديما اندلفت، ديما اندلفت بيوصل عدد متابعينا على انستغرام ل 2 مليون، نجمة مسلسل الهيبة بالجزء الرابع شاركت معجبينا بأكثر من 1000 منشور عن حياتها الخاصة ويومياتها ونشاطاتها اليومية. ديما اندلفت انجزت بعض الفيديوهات عن النكبات يلي أصابت لبنان وسوريا وحصدت مبادراتها مئات آلاف المشاهدات والمشاركات. ديما بتملك حسابات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، تويتر وقناتها الرسمية على اليوتيوب يلي بتنشر من خلالها مشاهدها بأهم مشاركاتها الدرامية. بالمرتبة السابعة أمل عرفة، إذا جميع الفنانات السوريات أصابن هوس الشهرة الافتراضية فمن المفروض أمل عرفة باسم الكبير ما تنساء وراء النوع من التفاعل يلي بغالب الأحيان بيكون مؤذي للقامات الفنية الكبيرة ومسيرتهم أكثر بكتير ما يكون مفيد. أمل عرفة بتملك حساب متواضع على فيسبوك، لكن حسابها على الانستغرام من أكثر حسابات شهرة بسوريا، فبيوصل عدد متابعينا لأكثر من 2 مليون متابع. أغلب منشورات النجمة أمل عرفة بتتضمن محتوى من أعمال الحالية مثل العمل يلي أثار جدل واسع مسلسل شارع شيكاغو. للأسف أمل عرفة عم تتيح الفرصة للكارهين والمتنمرين إنه يسيئوا لقامتها الفنية الكبيرة، ونتمنى ما يكون هالشي عم يأثر سلبا على عطائها وإبداعها الغير متناهي. بالمرتبة السادسة سلاف فواخرجي، بيبقى الحديث عن شارع شيكاغو المسلسل يلي بتلعب بطولته سلاف فواخرجي ويلي دافعت عنه بشكل كبير من خلال السوشيال ميديا. سلاف فواخرجي بتملك عدد متابعين كبير بيتجاوز 2 مليون متابع على انستغرام. نشرت أكثر من 3000 صورة وفيديو عن يومياتها وآخر أعمالها، استخدمت فواخرجي الانستغرام للتسويق لآخر مسلسلاتها شارع شيكاغو من خلال مشاركتها للصور الحصرية من العمل، بالإضافة للأغاني اللي أدتها شخصية ميرامار.
بالمرتبة الخامسة شكرام مرتجى، من أكثر النجمات السوريات تفاعلا مع الأحداث اليومية للشارع السوري والعربي. أكثر من 4000 منشور بتشارك شكرام مرتجى آراء ويومياتها مع متابعينا اللي بيوصل عددهم لأكثر من 2 مليون. على تويتر هي أحد أكثر الفنانات يلي بيحاربوا التنمر والكراهية وبتحاول دائما تنشر رسائل عن أهمية العيش المشترك والمحبة. مؤخرا ردت على العنصرية تجاه السوريين بلبنان من خلال تغريداتها الدائمة على تويتر ومنشوراتها على إنستغرام. بالمرتبة الرابعة جمانة مراد، الممثلة اللي عم تعود بقوة للدراما العربية من خلال المسلسلات المصرية. من بعد انقطاع عن الدراما السورية والعربية لعدة سنوات، تابعنا جمانة مراد بمسلسل خيانة عهد من بطولة النجمة المصرية يسرى بالموسم الرمضاني الفائت. بالرغم من عدم ظهورها على الشاشات بشكل كبير بالسنوات الماضية، لكن جمانة مراد واكبت نهضة التواصل الاجتماعي وحصدت قاعدة جماهيرية كبيرة. فعلى انستغرام بيوصل عدد متابعينا لأربعة مليون. جمانة مراد بتفضل تنشر فيديوهات أكثر من الصور بالإضافة لمشاركتها للستوريز من صفحات معجبينها. بالمرتبة الثالثة كيندا حنا، من بعد فيلم الاعتراف لا تزال كيندا حنا غائبة عن الدراما السورية، فما شاهدنا أعمال من بطولتها بالموسم الرمضاني الفائت. كيندا حنا من أكثر الفنانات السوريات شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من بقائها داخل سوريا. بيوصل عدد متابعينها لأكثر من 5 مليون متابع على انستغرام ومليون متابع على فيسبوك. أغلب صور كيندا حنا ومنشوراتها يلي بيوصل عددها لل 600 بتتضمن صور من حياتها الخاصة مع عائلتها وعدد قليل جدا من الصور للشخصيات يلي لعبتها مؤخرا. أما الستوريز المهمة والمميزة على انستغرام فبتتضمن مقتطفات من أعمالها الجديدة ويومياتها بمواقع التصوير. بالمرتبة الثانية كيندا علوش يلي أصبحت من أهم نجمات الدراما المصرية. تملك حساب على انستغرام وبيوصل عدد متابعينها ل 9 مليون، شاركتهم بأكثر من 1000 منشور وستوري. كيندا علوش من أكثر الفنانات السوريات نشاطا، فبتشارك متابعينها بعض الصور من حياتها الخاصة، بالإضافة لمحاولاتها المستمرة على نشر القضايا الاجتماعية والإنسانية للشعب السوري والعربي. أما على فيسبوك فبتملك أكثر من 3 مليون متابع ومليون متابع على تويتر. كيندا علوش بتستخدم تويتر بشكل يومي وبتنشر تغريدات يلي أهمها حول آخر الأحداث بالعالم العربي وسوريا. ولليوم من بعد تفرغها الكامل للعمل بالدراما المصرية ما شاهدنا كيندا علوش بدور مهم، فهل برأيكم السبب هو السوشيال ميديا؟ وأخيرا بالمرتبة الأولى نسرين طافش، الفنانة السورية الأكثر نشاطا على السوشيال ميديا. بأكثر من 3000 منشور على إنستغرام بتشارك نسرين طافش معجبينها يلي بيوصل عددهم لأكثر من 8 مليون متابع بأداء تفاصيلها اليومية على إنستغرام. نادرا ما يمر يوم وما نلاقي ستوري أو منشور جديد لنسرين طافش على إنستغرام. نسرين هي أيضا من أنشط الممثلات العرب على فيسبوك وسناب شات وتيك توك، وبيوصل عدد متابعينها لقرابة 4 مليون. نسرين طافش من أكثر النجمات السوريات تألقا وممثلة مجتهدة جدا، لكن ظهورها ونشاطها كبير على السوشيال ميديا ممكن يأثر سلبا على أدائها. نسرين بتأدي العديد من الشخصيات يلي بتختلف بالمظهر الخارجي، لكن بنفس الوقت بتأدي العديد من الأدوار يلي بتظهر من خلالها بمظهرها المعتاد. والسوشيال ميديا ممكن تأثر كتير على مصداقية هالنوع من الأدوار يلي بيصعب على المشاهد تصديقها بسبب تعوده على ظهور نسرين طافش متكرر. ولهم بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى نسمع آرائكم إذا بتوافقونا أسماء الممثلات يلي ذكرناهم بحلقتنا. طبعا لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. تضلوا بخير، كان معكم فريق كلوز شوتس.